السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي. المهم انا حاولت هاد نخدم لكم فيديوهات غادي تستافدوا منهم في هاد بالنسبه لهاد راس العام، يعني الحوايج اللي غادي اللي كتحتاجوا في راس العام ولا في شي عيد ميلاد ولا اي حاجه. وبالضروره بالضروره في راس العام بزاف كيتستعملوا هاد الحوايج صراحه. المهم اول حاجه ذكرتها معكم هي لي كادو في فيديو اللي كان قبل، شاركت معكم كيفاش تصاوبوا لي باك ديال لي كادو. كما كتشوفوا في هاد لا فيديو تقدروا تكونوا فهمتوا اشنو غادي نخدم معكم اليوم. اليوم غادي نعاودوا نقادوا الشمع، يعني من اليوم اي شمعه خسرت لك ولا بقى لك فيها شويه ولا داك الراس ديالها ما صالحش بالنسبه بحال هكا، يعني المهم هذه راه ديجا غير توسخات شويه وغادي نعاود نقادها. مثلا هذا الراس ديالها ما بقاش صالح ولا ما صالحاش ولا شي حاجه، ما تلوحوش هاد الشمع، فهو صالح انكم تعاودوا تقادوا به شمع جديد وبطريقه جديده ويجي في المنظر رائع. بالنسبه لي انا كما كتشوفوا عندي هاد السله فيها بزاف ديال الشمع في الالوان مختلفه، كما كتشوفوا بحال هكا دابا غير كتكون شعلات صافي واحد شويه صافي تكون خسرات ما طلعت صالحه باش تشعل ولا شي حاجه، ما رميوهاش كما قلت لكم، يعني نخلوها عندنا باش نستعملوها مره ثانيه. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي كما قلت لكم نشارك معكم، وحتى بالنسبه لهاد المكعبات ديال الشمع هكا اللي كاينين في السوق كيتباعوا بحال هادي، ديجا تشعلات درنا فيها الشمع وداك الشيء وبقى فيها هاد الداخل بحال هكا تضربت من هنا، يعني ما بقات صالحه. غادي نعاود نستعمل هاد الشموع ان شاء الله. اول حاجه بغيتو تديروا اللون في لون باش يعطيكم لون اخر ماشي مشكل، تقدروا ديروها تذوبوه. بغيتو تقبضوا كل لون وحده وتذوبوه وحده حتى هو تقدو. بالنسبه لهاد انا شنو غادي ندير، انا غادي ناخذ بالنسبه لهاد الالوان عندي فيهم كونتيتي كثيره، تقدروا نتوما تخلطوا جوج الوان الا ما كانتش عندكم الكونتيتي كثيره. بالنسبه لهاد اللون الشيبي انا غادي نديرو بوحدو، اللون الموف غنديرو بوحدو، الاحمر بوحدو. المهم انا غادي نشوف الالوان اللي عندي كثيره غادي نعاود نستعملها وغادي نديرها وحدها. شنو الحوايج اللي غادي تستعملوا باش تقادوا تعاودوا تقادوا شمع على طريقتكم وفاش غادي ديروه؟ بالنسبه لي انا اليوم غادي نخدم الشمع نعاود نصاوبو، غادي نديرو في هاد الكويسات كما كتشوف. بالنسبه لهاد الكيسان انا قبضتهم في هذا في قادير، الا ما خفت نكذب قبضتهم في اسواق السلام، عندي عمو قبضتهم في اسواق السلام، كان فيهم واحد البروموسيون في اسواق السلام وقبضتهم فيه صغيرين، شفتوا الحجم ديالهم. حبست لا فيديو كالاذان، هذا العصر وحبست لا فيديو. غادي نكمل معاكم. كما قلت لكم كاين هاد الكويسات كنت قبضتهم، كانوا بروموسيون، كانوا بواحد الثمن رخيص بزاف وكانوا زوينين، فيهم هاد القاع ترونسبارون. انا غادي نوظفهم للشمع وغادي ندير فيهم الشمع ديالي اليوم. بغيتو ديروا هاد الشكل يعني تشوفوهم، هادو راه كيتباعوا يعني تقدروا تلقاوهم ديروهم فيهم. تقدروا عندكم شي كاس كيسان بحال هكا بحال هاد الشكل، حتى هما كيجيو فنين كيجيو رائعين صراحه في هذا في الشمع، حتى هما كيعطوا الديكور اما سامبل واما طوال بحال هكا. هذا حتى انا هذا كان عندي فيه حتى هو شمع وحيدتو، ماشي كاع شمع، كان عندي فيه واحد الماده بحال هكا لجيزه وكان فيها واحد الديكور كتعطيك فيها واحد سميتو كتشعليها واحد ديكوراسيون، صافي مليت منه وحيدتو كيجي على هذا الشكل حتى هو. غادي نحاول ندير فيه. وكاين هاد القراعي اللي تقدروا تلقاوهم، هادو راه تكونوا عارفينهم، هادو كيكون فيهم واحد النوع ديال الياغورت كيتباعوا في مرجان. بالنسبه لهادو انا كانوا عندي ماذا من وحده ولكن درك كنقلب صراحه لقيت غير هذه حتى هي شكلها رائع كما كتشوفوا، حتى هي تقدروا ديروا فيها الشمع، يعني غادي توكلوا
تاكلوا الياغورت وفي نفس الوقت غادي تعاودوا توضحوا القرعه ما تلوحوها، لان اصلا شكلها صراحه رائع. وتقدروا ديروها لياسر من المسائل، وهي مع الحكم انها ما كتغطاش، فيها غير هذاك هذاك الكاغط اللي كيكون مغطي، يعني كتحيدوه ما تلاش كيرجع ما فيهاش الغلاقه، يعني غادي تجي في الشمع رائعه. ديروها حتى هي تقدروا توضحوها الشمع. المهم غادي نحتاجوا الشمع كما شفتوا اللي ديجا متوفر عندكم. غادي نحتاجوا شمعات هكا سامبل، هاد الشمعات سامبل نقدروا نزيدوهم مع شي لون، ولا نديروا حتى بغيت نديروا ابيض نقدروا نخدموا بهذا مع الابيض اللي عندنا هنايا، يعني ما غاديش يخسر. حنا غادي نبغوا هذا الداخل ديالها باش نديروه باش نوظفوه في هذا الشمع اللي غادي نصاوبو، يعني غادي خصنا هذا فاش غادي نشعلوا الشمع، يعني غادي نفتت هذا نحيد له هذا الداخل ديالو نقطع في الموس هذاك الداخل وهذا، ومن بعد غادي ندير فيه سميتو، غادي نحيد له هذاك الداخل باش ندير فيه هاد الشمع. انا عندي راه قديم ما عرفت فين كان جبتو في الارشيف، يعني يلا فكرت هاد الفكره باش نبارطاجيها معاكم، ما خرجتش ما تقضيت حتى شي حاجه، يعني كلشي متوفر عندي في الدار، يعني غادي تقلبوا الحوايج اللي عندكم في الدار كما قلت لكم. المهم غادي تحاولوا ديروا بحال هكا تقطعوا، ولكن عفوا انا راه تقطع لي ما خصوش يتقطع لكم الخيط ديال الداخل، ولا غادي نشارك معكم الطريقه اللي اسهل، اما غادي تقطعوا بهذه الطريقه، المهم غتحاولوا مع حتى تقطعوا، ولا غادي تقبضوا الشمعه وديروا لها بحال هكا، يعني غير تدوروا، ولا كاع بلاش تروحوا هكا راه غادي تدوب كامله، يعني بلا نوفر عليكم. غادي نذوب انا هذا الشمع الابيض بوحدو، نزيد معاه الشمع الثاني هذا اللي ابيض هنايا هنا، ونهز منه غير غيدوب، غادي نرفد هذوك الخيوط وغادي نخليهم ينشفوا، وغادي نتلاقى معكم من بعد باش نوريكم كيفاش غنديروا الخيوط في الكؤوس وهذا، وندوب ملي الشمع الثاني. بالنسبه للشمع عادي غادي ديروا بحال هكا في كاسرونه ودوبوه عادي وتخدموا به. انا رجعت ليكم من بعد ما ذوبت الشمع ديالي، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، غادي يكون كيبان لكم فيه بعض الاوراق وهذا، لان الشمع كان هذوك المفرقعات اللي كيفرقعوا في المناسبات وداك الشيء كيطيحوا فوق هذا الشمع، فهمتوا كيكونوا فيهم، يعني ماشي مشكل الشمع اي حاجه كانت فيه راه غادي تحيد لكم، غادي تصفوه عفوا في هذا. بالنسبه لهذا انا درت هذوك الشمعات الطوال، حيدت منهم هاد الخيوط كما كتشوفوا، غتهزوا الخيط غير براس الموس بحال هكا وتسر. سمحوا لي تقطع على فيديو، كي خاصني شي حاجه تجيني على هذا الشكل في هذا القطر باش نثبت فيها هذا الراس ديال الشمع. غنقبضوا هكا ونجو النص ديال الكيغدون وغندي نثبتوا فيه هذه وغنحطوها هكا في الوسط، تجي متوازنه على هذا الشكل كما كتشوف، تجي بحال هاك. وغادي نقبضوا صفايه باش نصفو هاد الشمع ديالنا، نجيو على هاد الطريقه وغادي نخو الشمع ديالنا في الكاس. غادي ديروا الحجم اللي بغيتو، انا غنديرو شويه طالع على هاد الشكل كما كتشوفوا، عطاني واحد اللون ذهبي. انا درت في هاد الشمع هذوك الشمعات البيضين اللي ذوبت فقط، ومن بعد درت فيه الى بالكم ما مقادش حاولوا قادوه قبل ما يجمد باش تجي في الوسط نيشان. هاد الكاس درت فيه هذاك الشمع ودرت فيه الشمع بحال هذا اللي فيه الرائحه ديال الفاني، صراحه واحد الريحه دابا في هاد الشمع فاش ذوبتو خلى واحد الريحه جد رائعه، ريحه الفاني كتعطي مجهده ما شاء الله. المهم انا غادي هذا غادي نخليه على زر حتى يجمد، عاد غادي نحيد هاد الكيغدون ديالي ونقطع بالمقص صغير هذيك البلايصه اللي عوجه، وغادي نخلي الراس سامبل نيشان. غادي نخوي هذا ملي نقاد كاس ثاني في هذا، وغادي نذوب لون ثاني وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله نديروا في هذا الكاس. بالنسبه لهاد الكيسان الاخرين غنستمر حتى ندير جميع الالوان بحال هكا، نذوب ونخوي في الكيسان، وخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي يجي. المهم اطرحوه في شي بلاصه اللي ما غاديش تحركوه فيه حتى يجمد، يعني غير بحال هكا حتى يقبض
الحجم ديالو. غادي ندير في هذه القرعه واحد اللون ثاني. المهم بالنسبه لهذا ما بقاش ليا بزاف، ولكن غادي نعطيكم واحد الاقتراح كنتمنى يعجبكم، واصلا غادي يعطيكم تدرج في الالوان. غادي نشد هذا الكيردون، غنعاود نفس المرحله نفس القضيه اللي درت قبيل، نعوج منه شويه هكا باش غير يقبض، كيجي ساهل لانه فيه الشمع بالعجله كيقبض. غادي نهبطو في الكاس، وخاصو يكون قاد في الكاس يعني يشد لنا الشمعه حتى لتحت هكا. غادي نخوي، وتقدروا هذا ما ديروش حتى تخوي، يعني تطرحوا على جنب عفوا، وتخو الشمع ديالكم في الكاس على هذا الشكل. غير هو خاصو يدار قبل ما تجمد الشمعه باش يشد فيها، وتجيو حتى الوسط بحال هكا وتشدوه على هذا الشكل. انا علاش خويت هذا فيه النص، خليكم معايا تشوفوا اللون اللي غادي ندير فوق منه، ولكن غادي تخلوه حتى يجمد. يعني هذا الشمع دابا راه الجو بارد دغيا كيجمد، شفتوه دابا شفتوه دغيا جمد وعطانا اللون الابيض، يعني داك اللون الذهبي بلا ما عفوا يمكن انا هزيت الكاس بزاف ما كان ما غاديش يبان لكم. كما كتشوفوا هو دغيا جمد في الجناب، يعني بالعجله غادي يجمد وغادي يعطيكم اللون الابيض. غنخليه حتى يجمد مزيان، وغادي نشوف نوريكم الطريقه اللي غندير ولا اللون اللي غندير فوق منه باش يعطيني جوج الالوان، ونقدر نديرو حتى ثلاثه حتى اربعه ديال الشمع في نفس الكاس. انا هذا غادي نحطو حتى هو على جنب حتى يجمد، وغادي نمر معاكم باش نذوب الشمع الثاني. كما قلت لكم راه ماشي مشكل، غادي تصفو الا كانت فيه شي حاجه في الشمع غادي تصفوها. انا غادي ندير معاكم يمكن نديرو هذا اللون الاحمر. بالنسبه لهذا راه جد سهل، يعني غادي تقبضوا الموس تهزوا هذه، هذه راه اصلا دغيا هذا الاساس ديالو دغيا كيتقطع، غادي تقطعوها من الوسط على هذا الشكل، تحاولوا تحيدوا هذه ديك اللعيبه اللي كتكون فيها اصلا كتشعل من تحت هكا صافي، وتروحوا الشمعه ديالكم. يعني الطريقه سهله، ما غادي ماشي شي حاجه اللي صعيبه، لان هذا شي حاجه راه داك سميتو اللي فيه الرطب بزاف، يعني دغيا يتحيد. غتستمروا على هذا الشكل حتى ديروا جميع الالوان ديالكم اللي عندكم، زعما اللون اللي بغيتوا ديروه هنايا. وكما قلت لكم يعني تقدروا تجانسوا الالوان ويعطيكم لون، غير حاولوا تعرفوا كيفاش ديروا الالوان، يعني ديروا الالوان اللي غادي يعطيكم لون، يخرج لكم لون صافي، يعني يعطيكم لون اساسي. مثلا بحال تخلطوا الالوان باش يعطيكم البلو، باش يعطيكم فهمتوا شي لون ثاني اللي اساسي، يعني ما يعطيكمش شي لون اللي ما شي لون اللي ما عندوش لون. كما كتشوفوا انا غادي نستمر حتى نكمل هاد الشمع ديالي الاحمر على هاد الطريقه، ونطلقوا ملي يذوب ونقادوه مع بعضياتنا ان شاء الله. كما كتشوفوا انا ذوبت الشمع ديالي الاحمر كيجي على هاد الشكل، وهذاك الفاني الابيض اللي درت في الاول شتو كيجي على هاد الشكل جمد يعني. وكتشوفوا هذه راه تبست جات في الوسط هي هذيك. بالنسبه لدابا غادي ندير في هاد الكاس كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا الكاس الكبير غادي ندير فيه الشمع الاحمر. غادي نكحز هذه هكا على زر حتى نخوي الشمع ديالي فيه، عاد نكحزها نحطها في النص كي تخوي، ولكن غنستمر ما داراش كي تخوي من هنا شويه الجي، يمكن ما شدش التوازن هو هذاك. هذا جاني نيشان في هذا الكاس كما كتشوفوا على هذا الشكل. غنجي هنا الوسط وغادي نثبت هاد سميتها ديالي هنايا، هذا ما نقدرش نمسحو ما والو لانه هو دغيا جمد، يعني حتى نحيدو حتى نكرطو بلا ما ديرونجو معاه الا تخوى ليكم شي بلاصه. ما قدرتش نمس الكاس سخون، اتخلو هكا تحاولوا غير يجي في الوسط وتخلو حتى هوايا حتى يجمد يعني يتقاد كما هذا. هذا ان شاء الله كما قلت لكم انا غادي ندوب الشمع اللي غادي ندير فوق منه انا، لانه هنا فيه النص يعني ما خاصوش بزاف باش ما خاصوش بزاف باش يعمر، يعني غادي نحاول ندير هذا الاصفر اللي عندي قليل
ولا هاد الاورانج البارد هذا السومو، نقدر واحد فيهم نديرو فوق هذا. غالبا غادي ندير الاصفر، غالبا غندير الاصفر فوق هذا، وغادي نذوب هاد الموف حتى هو نستعملو، وغنذوب هاد الشيبي ان شاء الله. الشيبي راه غادي نزيد نخلطو مع هاد مع هذا الشيبي اللي كاين هنايا، شفتوها حتى هي كما قلت لكم يكون الشمع موسخ، يكون فيه اي شي حاجه يعني الغبره وداكشي خلاص راه غادي تمسحوها عليه، يعني الا كانت فيه الغبره ولا شي، غير الا عاد فيه شي لاصق فيه راه كلشي ملي كيذوب يذوب كيرجع من جديد مقاد ومصاور. خليكم معايا انا غادي نذوب هاد الاصفر باش نديرو ان شاء الله فوق هذا، باش ندير في هاد الكاس يكونوا فيه جوج ديال الالوان ان شاء الله. حنا رجعنا كما كتشوفوا هنايا كاين الابيض اللي كنا درنا التحت، من بعد ذوبت هذاك الصفر وزدته هنا الفوق كما كتشوفوا. هنا ما واضحش لكم اللون الصفر، ولكن فاش غادي يجمد غادي يعطينا الصفر ان شاء الله. هنا غادي نخدم معكم هذيك القرعه اللي قلت لكم باش تشوفوا الشكل ان شاء الله ديالها كي غادي يجي، حتى هو غادي يجي جد رائع. هنا انا قديت هادو من قبل، درت فيهم الكيغدون ودرت فيهم هذاك فاش غنشعلوا الشمع ان شاء الله. هنايا انا ذوبت معكم اللون الشيبي، ما غاديش يكون واضح لكم هنايا، انا ذوبت اللون الشيبي، ما تليتش زدت هذه، تنديرها بحدها مره اخرى ان شاء الله غنخدمها بحدها، لان هنا ما شاء الله كان عندي اللون الشيبي، كان عندي الشيبي هنا كثير بزاف. المهم غادي هذا غادي نخوي هذا اللون الشيبي هنايا في هاد القريعه. هذا غادي نحيدو نكحزو غير هنا شويه على الجنب كالعاده، وغادي نشد اللون الشيبي، غادي نحيد هذيك سميتها، نحيد في هذاك الشيء اللي استعيدت فيها هذاك البقايا اللي بقاو في الاخر، وغادي نخوي عفوا طيحت هذه ما عليهاش، لا طاحت لي هنا الداخل خصني نحيدها، خليها تنعاود نقادها. هنايا غادي نخوي اللون الشيبي، في القرعه ديالنا ديروا القدر اللي بغيتو، انا عمرتها مزيان باش يبان لكم الشكل ديالها ان شاء الله في سميتو. غادي نقاد هذاك الوسط اللي غيجي في الوسط ديالها، وغنديرو على هذا الشكل. هذا هو الوسط، غادي نخلي حتى هو يجمد ان شاء الله. انا فاش غادي يجمدوا هذا الشكل كامل اللي درت معاكم غادي نوريهم لكم ان شاء الله. انا بقالي باقي هنا الشيبي، غادي نجيب كاس هذا العادي اللي ديجا صاوبت هنايا، وغادي ندير فيه هاد اللون اللي بقى لي هنايا، حيت كما قلت لكم ما شاء الله الشيبي هادي عمرتها مزيان كما كتشوفوا. وغادي هذا غادي نقص باقي فيه شويه، غنديرو في النص ديال شي واحد من هاد الكيسان ان شاء الله، وهذا غادي نقص منه شويه نديرو في الكاس الاخر باش ندير فوق منه لون اخر ان شاء الله. غندير هذاك الشيبي وهاد اللون باش يجيني سميتو، وغادي ناخذ الموف حتى هو غادي نذوبو نديرو. بلا ما نطول عليكم لا فيديو باش غادي نخليكم حتى نشارك معكم الشكل النهائي، يعني غنستمر على نفس الطريقه، غادي نبقى نذوب ندير هاد سميتو ونخوي في الكويسات ونقاد ونحط حسن كما ان شاء الله ويجمدوا، وغادي نوريهم لكم كيفاش ولاو ان شاء الله. انا كما كتشوفوا ساليت الشمع ديالي كامل صراحه، هاد الذوب خطير خطير خطير، هاد الموف جا واعر، ولكن هنا راه باقي ما جمد، يعني كيبان بحال بحال الكحل ولكن راه باقي ما جمد، هو اخر شي حاجه درت كما كتشوفوا هنايا. انا غادي نخليهم يجمدوا مزيان، شي وحدين حيدت لهم العود شي وحدين باقي، وشي وحدين خويتهم من هذاك سميتو. انا غادي نخليهم يجمدوا كلشي مزيان، وغادي نشارك معكم الشكل النهائي ديالهم كيجا، وغادي نشعل لكم بعض الشميعات ان شاء الله وتشوفوهم معايا. خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو.
وهنا كتشوفوا انا قديت لكم الشميعات حطيتهم فوق لاطابل باش نشاركهم معكم. ما بقيتش عاد لكم الشمع، علاش؟ لانه كان نهار ما عندي كيفاش نظلم باش نشعل لكم شميعات، غير ان شاء الله غادي نحطهم في شي شكل وتشوفوهم. كما شفتوا في هذه اللي تخطات الاصفر اللي درت فيها نص اصفر ودرت نص ابيض، جات خطيره. وهذا اللي فيه الشبيب كما كتشوفوا شي وحدين، انا حيدتهم من الكاس باش غير تعرفوا انهم يقدوا يتحيدوا من الكاس. الاحمر جا خطير خطير جدا في الواقع، يعني الصوره صراحه ما عطات حقه. الموف كما كتشوفوا، الاورانج، بيستاجي، غري، خطير الالوان صراحه جاو، والشكل جا رائع كما كتشوفوا. كنتمنى هاد لا فيديو ديال اعاده يعني تدويب الشمع او صنع الشمع يعجبكم بزاف. انا شاركته معكم لان هاد الفتره بالضبط كما شرط في الاول لا فيديو، يعني الناس كيبغوا الشمع يستعملوه، وهذا يعني تقدري تقادي كل شيء من دارك، اي حاجه عندك عاودي استعمليها، ما تلوحيها وما تخسري فيها وتضيعي فيها. ان شاء الله خليكم معايا في الفيديو الجاي، ان شاء الله غادي يكونوا مفاجآت، غادي يكونوا فيديوهات رائعين ان شاء الله. كنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك وبلي كومونتير كما كنقول، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يتابونا عندي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الجديد جاي في الطريق وجاي الاحسن ان شاء الله. غادي نخليكم دابا وغادي نضرب لكم موعد في فيديو لاحق ان شاء الله. عطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير ان شاء الله على الشمع كي جاكم بكل صراحه.